السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شبكة ديريكت، قناة ديريكت. نحن الآن في زيارة عبد الغني الفطومي، زيارة استثنائية لعبد الغني الفطومي. نحن ندخل دابا للدار ديالو، كما تشوفوا البيت ديالو، شوفوا البيت ديالو كيداير، المكان اللي كيعيش فيه المناضل أو المعتقل السياسي عبد الغني الفطومي. شوفوا المكان اللي كيعيش فيه، هادي البراكة اللي تعيش فيها، يعني ما استفدش من أبسط حقوق ديالو اللي هو السكن، من أبسط حقوق ديالو اللي هو السكن. كذلك دفع في محل تجاري، هذا هو فين كنت يعمل، تعمل داخل تما ودفع في محل تجاري اللي غيستفد منه، حد الآن ما استفدش منه. بغينا نعرفوا الأوضاع أو بغينا نعرفوا المستجدات في هذا الملف ديالو، ملف ديال الاعتقالات، ملف ديال السكن. دابا حنا غندخلوا عندو باش نشوفوا السي عبد الغني مباشرة، تلاحظوا عطيه التصريحات ديالو. نستسمع على الشبكة الكونيكسيون ضعيفة هنايا، نستسمع. غندخلوا دابا عند عبد الغني الفطومي. مرحبا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سي عبد الغني الفطومي، احنا دابا اليوم في الزيارة لك، بغينا نعرفوا الجديد في القضايا ديالك، القضايا كلها ديالك إن شاء الله. مرحبا بالجميع على الحلقة المفصلة بشأن الاعتقالات التعسفية التي تعرضت إليها، وفي التجريد من المواطنة من طرف المسؤولين المعنيين بالأمر. كيف قلنا، أنا السبب الانتقام ديال السلطات مني في هذه الاعتقالات التعسفية وفي في التجريد من المواطنة هو الدفاع عن مطالب سكان كريم طوم اللي هو السكن اللائق وإطار الأسواق الموجودة للمبادرة الوطنية. من هنا انطلقت عملية الانتقامات من طرف السلطات المحلية والسلطات المنتخبة في شخص أحمد بريجة الرئيس مقاطعة سيدي مو بالمنتهي ولاتو، واللاعب الأول لعمدة الدار البيضاء. ريح الأخ ريح. هنا كيف قلنا، دافعنا على نزل كريان طوما، ودافعنا على بعض الكريانات اللي في التراب ديال العمالة. اللي كنتفاجأ به هو أنني تعتقلت واحد الاعتقال ديال 6 أشهر ظلما وعدوانا بتهم ملفقة من طرف قائد سابق المسمى جمال برادة، اللي تم تنقيله إلى وجهة أخرى دون محاسبة، رغم عملية البيع في البلد اللي كنت زور بطاقة التي قمنا بها والتي تقدمنا بها إلى السيد الوكيل العام من أجل التحقيق وغيره من الخروقات. إلى السيد قبل ما يمشي لفق لنا التهم، رغم أنه مشكي به مسبقا النيابة العامة. دوز نص شهر ديال السجن ظلما وعدوانا. كان الاعتقال الثاني يوم 5/7/2013 بمناسبة الهدم الذي كان بكريان طوما 24 ساعة، بتهم ورفاقة حكموا علينا ثاني من بعد بـ2 شهرين سجن وقوف التنفيذ 500 درهم كغرامة ظلما وعدوانا بتهم ورفاقة من طرف السلطات المحلية. كان الاعتقال الثاني كان تسمم، بعد عطى واحد التسمم عانيت منو. من بعد جا واحد الاعتقال يوم 24/4/2015، هذا الاعتقال ديال 24/4/2015 غريب في الامر، هو انني جيت للاستدعاء. الاستدعاء ما عرفش شنو الفحوى ديالها. بعد حوالي ساعتين تم الاقتحام ديال المنزليه من طرف فرقة مكافحة المخدرات امن اناسي، اقتادوني الى مقرهم ولاية اناسي. الغد كيستمعوا لي في شأن الاستدعاء فقط لا غير، يستمعوش لي في شأن معجوز المخدر الأقراص التي أخرج أحد الضباط ديال جي بي نهائيا. ملي استمعوا لي في لقيت ديك الاستماع ديال ديك الاستدعاء هو دعوة. بعد هاد الناس بعد ما خسر المنزل ديالي، كان عون ديال السلطة أمام المنزل ديالي هادي، بعدا باش نشكروا بالنسبة وجا تبع مع مثل ما هادي الاعتقال كامل، كان كيتسناو أصلا. الغد كيف قلنا في المخفر استعملوا لي غير في السلعة، استعملوا شي في الحجم تجبدوا وجوه. ملي استعملوا لي هنا باش تحاكم، تحاكم في مقدرة الأقراص، تحاكم محجوز المخدرات في الأقراص. و بالنسبة ل شتي يقولوا لي، بالنسبة للمخدرات الأقراص ما هي اللي تحاكمت بها ظلم وعدوان. تحكمش هذيك الدعوه، لقيت العامل الوليد عيني سامعوا ليها كيف قلت لك،
لحد الساعه ما كاينش من الدواء. خش حاكموني حاكموني في مقدرة الاحراس التي هي من جيب الامن. يعني هنا امر غريب. يعني كيفاش ما سمعتوش ليا وحاكمتوني؟ هذا سؤال. مع اضرابات عن الطعام رغم الاضرابات رغم الشكايات المقدمه الى الجهات العليا في البلاد دون مجيب. هنا كيف قلنا اخي تم قضيت هنا 8 اشهر في السجن من اصل 9 اشهر. من اصل 9 اشهر السجن 8 اشهر ديال السجن. من بعد هاد من بعد هاد من بعد هاد شي حاجه ديال 8 اشهر خرج خرج واخا ما قلت لك سنا من بعد هاد الاعتقال اللي كنتمنى من بعد هاد الاعتقال فوجئت من جديد وجئت من جديد جيت باش ندوي على حقي اللي هو المحل التجاري وواحد المحل التجاري خديت مستحقاته وبقيت حتى عينات الجمعيه السلامه. هاد المحل التجاري خلاص فيه 25000 درهم سوق نموذج من واشنطن ديالو الى حد الساعه عاد باش السكن كيف كتشوفوا معايا واشنطن حتى في السكن رغم طرحين اكبر عدد من السكان كاري انطوبه هذا كان انتقام مقصود. علاش انا مخلص 2.5 مليون وما ناخذش استفاده من المحل التجاري ديالي اللي هو بهذا السوق نموذج ديال الزوار المزيد. دخلت في واحد المعركه الاداريه اللي هو الاعتصام والاضراب عن الطعام كانت مفتوحه 44 يوم تعرضت لسبع اغماءات تحت داخل فضاء الصمت والترهيب والاعتداء من طرف السلطات المحليه امام في المعتصم. هنا اللي كان الجديد اللي كان هو تنفيق تهم من طرف قائد البرنوصي يعني تحاكمت بسجن موقوف التنفيذ 500 درهم. من بعد فك الاضراب عن الطعام نظرا للظروف الصحيه وني صابي بقات غير الموت وقت في الاسر ديالي والعائلات والاصدقاء فكيت الاضراب عن الطعام كنتفاجئ ثاني بدعوه من طرف عامل المقاطعات في البرنوصي بتهم مولى الفخر. الاخير اللي غادي نقول لكم دابا هو انني دافع واحد الرامي مابغوش الناس يستجيبوا لي الرامي 21 دابا دافعوا اليوم 22 يوم هاد الناس مابغوش يعطوني هاد القايد مابغوش يسمي لك عدم الشوي رغم اني نفعل جميع الوثائق العون السلطه. الاخير كنسمعوا بان هاد القايد عنده عطله كونجي ما كنقولوا للدوله واش هاد القايد هذا شحال عنده من كونجي بعدا في السنه هذا كسؤال. انا عندي زوجة ديالي مريضه عنده واحد الولد ما تشكيش عليه كنعاني منه بسبب المكالمات ديال الهاتف عنده واحد الوليد تا هو مريض الناس مابغوش يعطوني يعني ملي غنخرج نعبر مالك الفوضى الفتنه هاد المسائل اللي ابسط حقوق كيف قلنا السكن مابغوش يعطوني لنا الناس حانوت مخلص مابغوش يعطوني لنا اليوم حنا واحد معاهم في الرامي 22 يوم باش يسيو لنا غير عدم الشغل باقا غناخذ التوصيل ونتسناو بطاقه الرامي تخرج من العماله الى متى. اليوم بهذه المناسبه هذه انا راه كنطلب فتح صحيح فتح الاعتقالات تاع السبيل اللي استعرضت اليه والحصار والقمع كنطلب فتح التحقيق نزيد المسؤول الرئيسي عن هذه التهم وهذه التعسفات هو السيد عام المقاطعة البرنوسي محمد علي حبوه عوانه والسيد احمد بريجه رئيس مقاطعة سيدي مومن الصامت. الناس يقولوا مقاطعة البرنوسي بقى نبالك بقى الناس كتعاني من دول الجرائم الاخرى في حق الناس اللي يريبونها وشردوها هذه المسائل كيعرفها الراي العام شي اليوم انا راه كنقول لهاد الناس هادو اللي غنعانيش اخويا المفهوم هذا عانيش غير ما بغيتش نسلم هاد الناس عاني صحيا معنويا ماديا في هاد الاطار ديال هاد النظام ما بغيتش نسلم هاد الناس كنخرج من الباب ما كنقول الله عز وجل هو علاش انا مواصل هذا النظام ديالي حتى تحقق شتى المطالب المشروعه. بهذه المناسبه كنحملوا شتى اجهزه الدوله والمسؤوليه الكامله في شي تعرضت ليه اعتقالات ظلم الوهم كنموت امن كتحمل زيد ديال المواطن المغربي كنقول الاستقرار ودول الحقوق القانون ودول المؤسساتيه المساواه العدل وكاع الالقاب اللي كدعوا بها كنقول الامن دخل عليه الدار بدون شيء صافي للحبس لما كنصلي المغرب هو ما مصليش في ديك اللحظه انا كنصلي وهو مريح في الباب كنصلي اقتحم هاز بيبي وكشف في جيبه وجي داخل عليا قايد نهار الرجاج مسكن السجن لا يعقل كفى
كافة ودوك الناس اللي كيقولوا المصطلحات ديال الفتنه بغيت نوضوا الصلاه لا كنشوف بغيت نوضوا الصلاه كمان. انا ضد اي فكره كتدعو الى جمهوريه باي مكان في المغرب. انا كندعو لوحده الترابيه، كندعو لواحد العداله كرامه حريه اللي كندعو ليها المغرب كامل. وانا يتعلم من هادشي اللي كنعاني انا كانوا ابناء الشعب المغربي، ماشي غير انا اللي كنعاني، الناس كتعاني نفس المشكل اللي دوا كتقولوا لنا دوك الناس ديالكم واحد عندكم واحد 20 ولا 30 شخص ولا 70 شخص ولا 1000 شخص مارس باش علق داخل اسماء مستعاره في كاش في الفتنه كتهضروا لها كاين شي فتنه كبار من هذه يخرج من امل الدار تاع الدار الجمهوريه بجوج ديال الحرب الخرش ويدخلوا في الحبس. عندي تقريبا 54 شاهد كدير فيه هادشي وعندي شهود حاضرين هادشي راه صرا في مواقع التواصل الاجتماعي. كاين شي فتنه ان قايد يهرس زوج ملحقه ويدخل في الحبس مع العلم انه مشتكي بمسبقا النيابه العامه السيد الوكيل العام شان بيع البريك وزوار البطاقات وعندنا التسجيل الصوتي ديالو بزاف د المسائل هو تاع مزوره وعندك الناس سافتوا في شقاق الناس هنا تقصى الضاعات الناس مريبين الى الشارع كيقولوا هذا واش كاين شي فتنه اكثر اكبر من هذه اللي كنقولوا هذا كريم طوما الحي الصحيح الذي خرج من الانتحار والدار البيضاء الذي هز الراي العام الوطني والدولي خلال احداث 16 مايو. اليوم كنقول لك الناس كفصونا عملونا ما خلوهم ما دارونا حيرناهمش حنا ما ضربناهمش تعمل معاهم بوسائل حضاريه كنكتبوا كنصوروا كنديروا فيديوهات اللي كتشوفوا كنوصل الصوت ديالنا لعل وعسى من خلال هذه الفيديوهات اللي درتي مؤخرا سي عبد الله الفطومي فيديوهات ومساندك لامي فاطينه ومحاسين فاطمه محاسين دابا 62 يوم هما في الاعتصام ديالهم امام الملحقه هنايا يعني واحد الفيديوهات كثيره ديالك درتي واش ما كاينش شي متابعه لك من طرف السلطات واش ما كاينش شي تهديدات واش ما كاينش في الكواليس هناك تهديدات هناك تتيهجك باش يعتقلك مره اخرى باش يعتقلك مره اخرى كنتوصل بالمعلومات تفيد انهم داخل المؤامرات التقليديه من جديد. هاد الناس ما يوقفوش ضارب الملاير ناهبين معتقين على عباد الله اذا انا كواحد طالع منها خاصك تحيدوا باي سهم. خاصك تحيدوا من الحبس باي سهم تقدر نقول معك التصفيه الجسديه اي حل انا متوقعه من هاد الناس لان ما تتوفرش فيهم المسؤوليه انما مجرمون. كنتظاهر من اي حاجه. كنبدا من العامل مقاطعه الروسي ومن القائد السابق ومن القائد الحالي ومن الاعوان ومن حتى الامن ديال الاناسي اللي شارك معاهم في الجرائم ديال الاعتقالات الدولي اللي الناس يعني انا راه واحد دابا سمعتك السي فطومي قلتي بان هاد الناس مجرمون هاد الناس بانهم مجرمون واش هاد الكلام اللي تقول فيه بانهم مجرمون واش عندك دلائل على الاجرام ديالهم وعلى لان هاد الكلام ديال الاجرام على الناس المسؤولين بحال هكا في الاخر يعتبر اتهام مجرمون علاش مجرمون ملي كنقول لك راه قايد يهرس الجوج دخلني الحبس اذا من هو المجرم؟ راه هو قايد يهرس الجوج ودخلني انا الحبس ملي كنقول لك الامن خلاني في الدار تاع الدنيا ودوم اللي جبد فيه ولا جيبو دخلني الحبس اذا راه هو المجرم من اخطر الجرائم ارتكبها في السن عاده كنقولوا لان عندنا بطائق مزوره عندنا ناس مساكن السردات عندنا وثائق عندنا تصريحات عندنا مكالمات عندنا شي حوايج كتخلع عندك ادله هذا الشيء سي فطومي عندنا ما يكفي الادله واش باقي ما وصلش وقت باش تخرج للارض الواقع ولا الاشكاليه اللي كاينه في نواد الباب اللي غنطرقوه غيسمع لينا كن هنا من هذه المنابر هذه كنوصلوا الرساله لهاد الناس اكيد سمعت واحد كيديروا بعض الخطرات كنسمعوا بانه جات داز واحد اللجنه ديال التحقيق كتجي كدير تحقيق معاهم انتم كديروا معاهم تحقيق اطابل عهدوا من طبيعه الحال مادام انتم كتستبعدوا ما كاينش الراي والراي الاخر كتستعملوا غير هذوك الناس اللي كنعطيوكم مع التصريحات غير الفكره نعطيوكم ادله عبر مواقع التواصل الاجتماعي جيو عندنا حنا نعطيوكم ادله تثبت الادانه ديال هاد الناس هذا ماشي تجي لا مين في خاوي هذاك راه سيد راه عداوي كذا عداوي راكم بعتوا بلا راك زورتوا لا كارطا شريتوا عباد الله باغي تقلبوا الكرايه شقق كاين الناس المال كيبور 84 كاين الناس واخدين 120 متر في تحدي سافر وخر للدستور المغربي والعهود الدوليه يعني وكنقولوا بان هذا البرنامج جبتو الصفيح على الزوج جبتو واحد 16 مايل على المغرب كامل جبت واحد 16 مايل ونشوفوا الناس راه شي معشر هنا شي مات مشي السين مشي السبيطار كله دابا رجع عندك السي فطومي دابا جاي في الطريق جاي عندك وبان لي تقريبا شي ثلاث زناق اربع زناق هنايا باقي الناس ساكنين يعني هذا كريان طوما باقي ساكنين وفي الحساب ديال سميتو بالنسبه لبريجا فعلى سميتو قال ما كاين حتى بر لا كان ما كاين والو ماذا يعني هذا؟ هذه جريمه حد ذاتها هذه جريمه وتضليل الراي العام يعني السلطات كتضلل الراي العام الوطني والدولي كتقول ما قعدت تبرك لا من تتكذبوا انتم ها حنا وحد ذاته هو قتل عمد
هاد الناس تشطيب شطبوا علينا وحنا حيين، يعني يعتبر هكا قتل. يعني من بعد هاد المرحلة اشنو غادي ديروا لينا؟ من بعد هاد المرحلة نتوما كتشطبوا علينا وحنا كاينين، يعني شنو باقي ديروا لينا؟ راه الموضوع واضح، راه هذا شوف راه إلا جينا نبتوا في هاد القضايا هادي غنعرفوا علاش بتحرس الصحراء. يعني راه كاين فساد، تبقاوش تقولوا لينا حق الصحراء، حنا مستعدين نضحيو برواحنا ومن هاد المنبر هذا، راه كيف حنا كنفضحوا فيكم؟ نفضحوا في هاد المسؤولين رغم هادشي كامل، رغم التعسف، رغم هادشي كامل. نقولوا للدولة ضرموا، نقولوا للناس الحكماء أن نهار غادي يكون شي صداع في هاد البلاد، إلا قسم الله. ويكون شي عدو ولا ما غاديش يوحل مع هاد الناس اللي كنحاربوا فيهم حنايا، غادي يغزوا شكارهم ويهربوا، راه غادي يوحل غير معنا حنايا. علاش مستعدين نضحيو مع نفوسنا بولادنا؟ علاش؟ من اجل الاستقرار، من اجل الوحده الترابيه. يعني حنا هنا بين اطرافين، بين عدو داخلي وبين عدو خارجي. من هنا الرساله واضحه، حنا نقولوا حنا واحد الساعه مسالمين تنطالب بأصح الحقوق. عندنا حق في السكن يعطيو لينا، عندي مثلا مخلص 25000 و2 مليون ونص، علاش الجمعيه تاخذ 2 مليون ونص ما تعطينيش 1 مليون؟ هذا السؤال. انا ما نقولوا الترفيه التهام هذه. 2 مليون ونص عطيتيها السي فطوم، 2 مليون ونص تكلمت عليها ديال السوق. عطيتي لجمعيه السلام. جمعيه السلام. هذا السوق اللي هي حداكم هنا، هذا السوق. مقاطعه فرنسا من اجل المشاريع، من اجل انجاح مشاريع وهميه فاشله اللي هي الخيم. انت العامل دير لنا خيم، واش حنا في السويد تبني البنيه التحتيه ديال هذه الخيم؟ لاباس انت عاده المبالغ المفروضه على المستفيدين في هذا الاطار، واش وقفت اسواق النموذجيه اللي هو تصدر جمعيه السلامه وتصدر جمعيه المصير؟ يعني السبب الرئيسي على جوج تسعود حد الان، يعني تقريبا داز عليه مده 10 سنوات. كاين في السوق ديال اليقين تقريبا 10 سنوات هذه دازوا، باقي حد الان ما تفتحش. يعني الاسباب هو تو كامل، لا القصور سوى رحمه السلطه، السلطه ما بغاش تولي الاسواق، العامل في الشخص العامل تولي اساس الاسواق ديال القرب. وداك الشيء كله اسواق ديال القرب عرفت يعني قبل ما غادي هذوك الناس اللي غادي يحيدوا من الفراشه تعرف واحد الجمله ديال الاعتقالات التعسفيه، الناس اعتقلت في الحبس ولا زالت؟ مازال الحصار مستمر عاده باش كنشوفوا الاسواق الاساسيه السي العامل، راه منهم جمله من الناس تقريبا 50 واحد ولا 60 واحد غادرات واحد السوق بسبب الكلفه الكرائيه ما عندهمش ما كيدخلهاش. انا كندوز من تما كنبقى نشوف كيدير ليا 4 بيرسون او 10 بيرسون في هذاك السوق كيدوز هما هما الزبون اللي جايين على هاد الناس. يعني هذا موضوع، وحنا معرقلين نجي نشوفوا الاسواق تصرف فيها ملاير، تبداو تقول لنا راهم با بلان كذا، هذاك الشيء كولو تحمل مسؤوليتك. شكون اللي حاطها في السوق؟ حنا شي واحد يكسبها في حياته كتعرف شكون يكسب، هذا السوق تحط. كيقول لك العامل الا غتقول لي مثلا طابق، انا مشيت عندك وقفنا هذاك الكبش عندك قلت لك راه زادوا طابق عشوائي، وقفتي وقفتي في الانتخابات الشرعيه اللي هي الاولى ديال عبد الكريم، راه وثقتي هذا الطابق كمل وتقول لنا ثاني طابق؟ لا، كان من هذا المنبر هذا الله مش ضرر بكل ما يثبت كناش حتى المنظمات الدوليه اللي تدخل في هذه الملفات، كناشدوا على سلطه في البلاد انه يتدخل. الناس يبيعونا ويحبونا ما يحترموش القانون، ما يحترموش الشريعه، يديروا شرعيه بدينهم بهذا المفهوم خير ودليل اللي كان دابا على اصل الحقوق عند المراه المريضه حتى الرمي ما بغوش علاش؟ هذا باقي ما سيناش عدم الشغل، اذا ملي غادي يعطوني الوصل شحال غنتسنى ثاني باش تطلع لي العماله؟ العماله راه باغي تدخل لي الحبس، العماله عاد الربح دفني بواحد 30 عام تحيدني، بقاش تشوفني باش تشفر وتنهب وتاكل كيف بغات. انا باقي عاقل على واحد التدخل ديال السيد رئيس الشؤون الداخليه في الاعتصام ديالي، وجدت تما دوا مع واحد العامل مركز ديال الشرطه قال لي هذا عاد تستشر مع النيابه العامه في دون الحبس، يدي حيدوا علينا من هنا. وجدت كنسمع فيها كنقول هذا هو شهاد المقاربه الامنيه، وكنحترم هذاك السيد حتى هو انه ما استجبش لهذاك الامر الظالم. واش حيت كتقول لي صافا مع النيابه العامه هز واحد، هز واحد علاش ماشي لي حامل ماشي حقوق السعوديه كذا، عطاتو اعتقال مازال بغيت نتاقلو. بالفعل بعد يوم غد توهم ملفقه من طرف عبد الفضل. حنا كندويو هنا كندويو وعامرين، وحنا راه ما كنا والو، ما اصلا ما كناش في الاعلاميات وما كناش في المظاهرات وما كناش في هادشي كامل، حنا كنا غير مواطنين بصح، راه نتوما
قلت لكم واحد الفيديو انتم ما صنع باسمي الكامل تاريخا وطار لكم اينما كنتم، وانتم ما صنعتوش غير مني انا، صنعتم واحد العذاب ديال الناس ديال المظلومين الفقراء، صنعتم منهم تاريخ غيبقى يطار لكم الى اخر الزمن، الى نهايه العالم او الى نهايه التاريخ. ما تحتاجوش ما عمرك ما ترتاحوا، اما دايرين علاش؟ انا مظلومين وعاد باش نتخلصوا منكم. غدا يوم الحساب قدام الله عز وجل. سيفطومي سي عبد الغني فطومي، واش هاد بقى رغم هاد الاعتقالات رغم هاد التعسفات اللي وقعت لك رغم هاد المشاكل اللي وقعت لك، واش غتواصل النضال ديالك غتواصل المسيره غتواصل النضال ديالك المسيره ولا غتبقى غتوقف من طبيعة الحال غتوقف وتسنى داكشي تيجي بوحدو من طبيعة الحال؟ سنواصل هذا الصمود الى تحقيق كافة المطالب الى محاسبة شتى المعنيين بالامر، لان احنا هنا ما داويوش من فراغ، احنا هنا كندويو، احنا ما كن احنا كيف كتشوفي معنا الدولة ديال الحق والقانون، احنا ماشي تحت الارض، كنهضرو معاك تحت الارض، كنهضرو معاك مورا قناع، كنهضرو معاك فوق الارض، تنقولو لكم ان المسؤولين ديالكم هو الخدام ديال الدولة، خصوصا ملي كنتكلمو على عمالات البرمجة تعد من اخطر العمالات حسب المعاناة حسب المعاناة الرحامنة اللي وصلوا في شي 6 كريانات تقريبا، يعني كاين عاملين ديال تبقى على السكان ديال كريان طوما في كريان الرحامنة، وغنقول لك ماشي غنقول لك انت، غنقول للدولة الدليل القاطع على ان ديك الارض ديال دور الصفيح راه كانت بلاكة ديال العمران مع القسم ديال دور الصفيح، كنقول للدولة بان خير دليل هما دوك الناس اللي مشاو من طوما وسافوا في الرحامنة واخدين 120 متر ومن بينهم جوج الناس ما سافليش واخدين 120 متر، في حين ان التعليمات الملكيه الملك اللي هو اعلى سلطه في البلاد كيقول 84 متر مربع لكل اسرتين، هذا هو الدليل القاطع الناس واخدين 120 متر. علاش خدوا 120 متر؟ لانهم عملوا مع السلطات كوساطه كالضغط للساكنه في الاستفادات الغير قاطعين في عده جرائم، شفتوا كيفاش في حق دول الحقوق هاد العامل كفاهم وكيفشي معايا هو السوق، هذا هو السوق اللي قلنا كامل اصبح كيتعرض للتخريب دابا، هذا السوق واه موقوف لسبب واحد، المصلحة الشخصية لعامل مقاطعة البرنوسيد هو اللي وقف السوق في إنجاح مشاريع وهمية فاشلة اللي هي أسواق الخيم اللي عرفت واحد الفشل كبير، رغم وكاينه غضب الملكيه هنا كنقول للملك ان رغم الغضبه ديالك غتفتحوا هاد الاسواق الفاشله الوهميه، وكانت جمله من الاعتقالات ولا زال هناك جمله من الفراشه غير مستفيدين لا هنا ولا هناك، وتوقيف اسواق النموذجيه وعلى راسهم سوق جمعيه السلامه سوق جمعيه المصير، اذا هنا ادعم المقاطعه البرموسي يعمل من اجل مصلحته الشخصيه لا غير، وكل من يعارض هذا الشخص يكون مسكنه السجن الجريد من المواطنه، عمليه القتل بقى كنتظروا فيها واش غنكون هو اول واحد، هذا السؤال بقى نطرحوا عليه هما اللي كي داخل المؤامره، شو الناس النتيجه اللي غادي يخرجوا بها، وكنطلبوا من السيد الوكيل العام انه يفتح تحقيق في الشكايه اللي كنا قدمنا لك بشان بيع البنادق والزوار البطاقات، والشكايه الثانيه اللي كنا قدمنا لك بشان سيده غير قاطعين كانت كتكون سيدي عثمان سيدي الزراون جات كتسافر الطوماخ هو من الازواج الجدد اصبح مستفيد هنا، وكنقول لهذا القضاء هذا كنقول له ودي حنا عامرين ادير الامور فقط، وكيف ملي بغيتو تحاكموني في ذاك الحكم الاخير ديال شهر 6 الموقوف التنفيذ شو موفقه من طرف قائد البرنوسي جبت لكم قرص في أدلة علاش النيابة العامة ما بغيتش تشد لك القرص، كانت الناس تقول إهانة هيئة منظمة قانونا كتبقى الفصل 263 كتبقى الفصل 263، أنا كنقول لكم طبقوا معايا الفصل طبقوا معايا المادة 94 عندي أدلة، قدمنا السيد ممثل النيابة العامة ما بغاش يشدو محكمة عين السبع، قدمنا الهيئة ما بغاش يشدو، حاكموني دون محامي لا ديالي ولا ديال الدولة المحاكمة بسرعة البرق، كنطالب فتح السكان.
لان راه ما كنعايروكم، ما كنضربوكم، ما كنعرقلو طريق، ما والو، كنطالبو فقط. الإشارة هذه المحاكمة اللي حكمت الأخيرة من بعد ذاك الإضراب على التعاون الاعتصام اللي كنتي أمام عامات مقاطعة سيدي برونسياك. لا، في أواخر الإضراب على التعاون والاعتصام. غير سالت هذه المحاكمة باش نبينوا بأنها مؤامرة، تم تحريك مسطرة ديال عامل مقاطعة برونسي داعيني. وكنقولوا الرأي العام بأنه ثاني دعوة كيدعين العامل. يعني ملي كنقولوا عامل يمثل الملك، يعني على السلطة التنفيذية. يعني هنا مباش نقول لكم راه داعين الملك، غادي نقول لكم داعين شخص يمثل الملك، هو عامل مقاطعه البرلمان، داعين جوج مرات. اذا شو هذا المستوى ديال هذا السيد وهذا الوزن كامل كيهبط باش يدعي مواطن؟ اذا علاش داعين انت؟ سير كما العاده، طلع عليا مقدم قايد كذا يدعيني، طلع عليا البلطاجيه ديالك، علاش داعين انت؟ داعين انا كنهضر معاك بهذه الامور فقط، انت داعيني كتقول بيانات انك فرقتي منشورات، انا كنقول لك اعطيني دليل. داعيني انك تقول الصفحه ديال القلب الروسي، قولك عطيني دليل بان الصفحه ديالي انا السي العامل كندوي كيف كتشوف فيه دابا، كندوي مباشره سميتي كنيتي صوره وصوت. قلت لك حنا ما كندويوش حفره، ما كنمشيوش حفره، حنا فوق راه. اذا خلاصه القول من هذا الملف هذا، خصوصا كيف قلنا الملف ديال كريم طومان اللي هو عرف احداث 16 ماي التي هزت الراي العام الوطني والدولي. كنقولوا لهاد الناس هادو انهم يجوا يشوفوا راه من 2003 لهنا ولا عمليه جديده ولا فكر ارهابي جديد في هذا المكان، في حين ان نشوفوا الناس ديال كريان طوما تعرضوا للتشريد، منهم من تعرض للاقصاء، منهم من تعرض للتجريف، منهم من توفي وهو ينتظر الاستفاده من تلك اللعاق بسبب التماطل. السلطات اللي باتهم في 2013 وعدتهم بست شهور كيف شفنا على القناه الثانيه، ست شهور انهم يجهزوا لهم الارض ديالهم. اليوم حنا 2013 2014 2015 2016 دخلنا 2017، عندنا اخر حاجه غنتكلموا عليها 85 اسره، 85 بقعه، يعني 170 اسره ادات مستحقات الاستفاده من سكن لائق. يعني كلشي عندنا ناضي، اش خصهم يعطوا البلان باش يمشي البقع جاهزه ومجهزه. باغيين شي عطاوة، علاش كيتلاعبوا بها؟ لبيع ما تبقى من البقع، إلا قلنا 85 بقعة، إذا جاو يعطوا للناس 85 بقعة، غادي يوضحوا البقعة اللي باقيين، إذا راه تشوفوا المرحلة الثانية اللي باقيين. هذا باش كنقول لك بأن الناس ديال كريم طوما أقسم بالله العلي العظيم، إلا منهم الناس اللي ولات كطلب كتسعى، كطلب كتمد يديها، حضرت واحد الحالة أنا والله تبكيت، شتا مسكينة كيفاش، أنا بكيت مبغيتش نقول لكم مبغيتش نفور عليكم، المهم أنا بكيت. إن الناس عرضتهم شتى وسائل الترهيب أو الإرهاب، عرضتهم للناس، هذا هو علاش كان المصير ديالي هو الإعتقالات، هو ترفيح التهم، هو الحصار، هو القمع. هذا بعض الفترات، بعض الخطط، بعض الأحيان، منقدروش عليه إعلاميا، كنهضر بموثقات، كنهضر عن كتب، بعض الخطرات كتنوض واحد الهجوم إعلامي بسيط. وانا كنقول لكم نوضوا الاعلام ديالكم كامل يهاجمني، وكنقول لكم نوضوا المحامين ديالكم، انا ما كنهضرش على النزهاء هنا باستثناء النزهاء، نوضوا المحامين ديالكم والقضاة اللي عندكم كاملين، ونتحداكم بدون دفاع، انا غنعمر المذكره ديالي طبقا للقوانين، واللي عندكم ماده قانونيه تثبت الادانه ديالي باي شكل، خلاص ما غادي تحكموني تدخلوني السجن، قطعوا راسي. ديروا أول عملية شرعية هنا في هذه البلاد، قطعوا راسي مورطين بما فيه الكفاية، ولا كتقولوا إلا ما كنتو ما كتخافوش من العبد، ديروا بأن الله كاين عز وجل، هذا هو اللي خلينا غاديين، ما كيهمناش الرسالة ديالنا واصلة، ولا ما واصلاش غتوصل، لكن النهاية مع العقاب مع الله عز وجل ماشي مع العبد، هذا العبد يجلس كل من عليه كان يقاوم بربك في الجنة الأخرى، كاينة آية أخرى كتقول لك حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا رد الإسم على قوم المجرمين. يعني قبل ما تصدقوا الرسل الشريعة راه واضحة فيكم، على الأقل خفوا على رسلكم، هذيك الأموال اللي كتهربوا فيها وكذا سميتو رحموا هذا الشعب، تخرج في الفلوس واش عندكم شي إله آخر؟ خرجوا الرأي العام نشوفوا، كاين رب واحد، كاين إله واحد،
فين غاديين تالين فين كديو هاد الفلوس هاد الممتلكات فين ملي كديوها كديوها الشعب كتمصوا عليه دمو فين كديوها اش غديروا بها في المستقبل وهو الكل فاني الى عين كنظن ان الرساله ديالي وصلت بلاد من بلاد كنحيي جميع الناس اللي تضامنوا معايا سواء من الاعتقالات تاع السلبيه سواء من الاضرابات عن الطعام سواء من التشريف اللي تعرف ليه وتحيه للجميع تحيه سيف طومي شكرا على التصريح شكرا بغي الا كان ممكن الا كان ممكن ان شاء الله الا كان ممكن مع انت من الناس اللي متضامنين مع مي فاطمة القريفي ومحاسن مصطفى الوضعية ديالهم في وصلت دابا حاليا وشنو الوضعية ديال مي فاطمة هي باقي وضعيات معارضين السلطات مي فاطمة القريفي المسلم التي تبلغ من العمر 80 سنة هو بجوارها المسمى او المشرد مصطفى المحاسن الطليق الذي له ابن له كفالة له شهادة عدية له شتى الوثائق التبوشي التي تستحقه في الاستفادة من سك اللائق يعني ملي كنقولوا هاد الناس كيف قلنا حنا العميل ديال البرنوسي يعني هو اعلى سلطة في المنطقة كينتقم من المعارضين ديالو هاد الناس دول حقهم بداو في الدير بالدير دول حقهم شافوا فروقات ناضوا شاركوا في مظاهرات سبحوا كيعارضوا السلطات هاد السلطات ماشي ديك اللعبة ديال دارت خطوة انها تقول هاد الناس حقهم مثلا تسكتوا مابقاوش غادي في السياق هذا لا هما اللي كيصنعوا التاريخ زادو كيجردوا فيهم وكيقلوا فيهم هاهم 62 يوم يعني كاع شي صبات فوق منهم امطار صقيع الناس كتعاني عندها حق 62 يوم داخل الفضاء السمح والرهيب وباقي كنتظروا في هذه العمليه هادي انهم يقتحموهم انهم يعتقلوهم انهم يديروا معاهم اي شو حاجه علاش هاد السلطات غير مسؤوله السلطات اقتحمت ما هو قانون ينص بين الشعب والدولة السلطة اقتحمت وما كنتعذروا منه والو والرسائل ديالنا ما كتوجهش ليها أساسا إنما كنتهموها اتهامات كنتهموها شكويا مستعدين نهبطوا لطاولة الحساب لما تبيت لأن السلطة متورطة بشكل عام ولم يبقى لي إلا أن أحيي جميع المتضامنين تحية عالية نضالية جميع المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كما شاهدتوا للمشاهدين الكرام بان هذا التصريح خطير لعبد الغني الفطومي وقال في واحد الكلمه اخيره وجهها الى من يهمه الامر وجه لهم رسائل يعني مشفره يعني رسائل مباشره ملي تيقول لك واحد الانسان الانسان يدوز سجون يدوز اعتقالات ملي تيقول لك جيبوا القضاه ديالكم جيبوا الاعلاميين ديالكم جيبوا اللي بغيتوا تجيبوه انا غادي نستمر بقى لكم حاجه وحده هو انكم تقطعوا لي راسي يعني الجواب انتم عارفينه نخليكم دائما مع شبكه ديريكت في حلقه اخرى ان شاء الله مع اناس جدد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.